طلاب جيل 2005 الحلوين، يميت اهلا وسهلا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من قاعده السلسله والتطبيقات الهندسيه وقواعد الاشتقاق. الكلب هذا اللي ورانا في عليه ملاحظات كثير لازم انت كطالب تكون انك عارفها وعارف انك تحل بالوزاره. استاذ، الوزاره كالعاده زي ما حكيت لك شو تحب تجيب لك؟ تحب تجيب لك اشياء ايش يكون فيها؟ دمج افكار. بسم الله وعلى بركه الله. هذا السؤال ايش بيحكي لي؟ اذا كان ميل المماس لمنحنى جي اوف اكس. طيب لما يذكر لي كلمة ميل مماس معناتها شو في عندي؟ عندي مشتقة أولى للاقتران اللي هو ذاكره اللي هو مين؟ جي. معناتها عندي جي برايم اوف مين؟ اوف اكس. قديش قيمة اكس؟ حكى لي عندها النقطة 1 و2، معناتها جي برايم للواحد. كم بتتساوي 2؟ لا أستاذ، جي الواحد تساوي 2. جي برايم للواحد مين هي؟ هي ميل المماس. قديش حكى لي قيمته؟ نص؟ ايه، هاي نص. إيه؟ إذا بدأ لي السؤال بتطبيقات هندسية. رتابع، شو حكى لي؟ وكان ميل العمودي على المماس لمنحنى مين؟ لمنحنى اف. ميل العمودي لمنحنى اف لحتى نقدر إن نوجده شو بده يكون؟ سالب 1 على مين؟ على اف برايم عند قيمة اكس المقطع. حكى لي عند مين؟ عند النقطة 2 و3. إيه؟ يعني معناتها ميل المماس لاف وين بيكون؟ عند 2. واعطاني قيمته كم؟ حكى لي يساوي 1/4. اذا الان ننظم امورنا من ميل مماس جي، جي برايم للواحد كم بتساوي؟ نص ايه. هاي جي برايم للواحد كم بتساوي؟ نص ايه. المعلومه اللي بعديها، عندك البسط نفس البسط 1 وعندك سالب واف برايم للاثنين كم تتساوي؟ الاربعه واعطيها سالب سالب 4، اذا اف برايم للاثنين كم بتساوي؟ سالب 4. استاذ هذا دائما هو اللي بده اياه بالوزاره، بده الاشياء الكلاميه انت بالعاده ايش تحولها؟ تحولها لاشياء رياضيات تقدر انك شو؟ انك تتفاهم معه، واحنا هذا هو اللي قاعدين بنعمل. ودائما نقطة التماس اللي بتيجي بعد كلمة عنده بالتطبيقات الهندسية، صورة الإحداثي X هي مين؟ الإحداثي Y. إذا جي الواحد هي الاثنين، وهون F الاثنين هي 3A. إذا جي الواحد ممكن تلزمنا، ليش؟ لأنه دخل لي السلسلة بالموضوع زي ما أنت شايف، F بعد جي برايم لمين؟ للواحد. إذا جي الواحد كم قيمتها؟ 2. بنيجي الآن لحتى نحل سؤالنا. سؤالنا إيش بحكي لنا؟ وكان اف بعد جي برايم للواحد. هون عندي مشتقة شو؟ تركيب كيف بشتق؟ مشتقة الداخلي اللي هو جي، اللي هي جي برايم لمين؟ للواحد، لانه قيمة اكس اللي اعطاني اياها كم؟ 1. ضرب مشتقة اللي برا، مين اللي برا؟ اف، اف برايم، والداخل شو ماله زي ما هو اللي هي جي مين؟ جي الواحد. كلها كم بتساوي؟ بتساوي 2 حكالي. من هون بنيجي بنعوض القيم الموجودة معنا، جي برايم للواحد كم اعطاني اياها؟ اعطاني اياها نص ايه. إذا هاي بتصير نص A ضرب F برايم. بنيجي الآن جي الواحد كم أعطاني قيمتها؟ لاحظ إنه جي الواحد كم بتساوي؟ 2. كلها كم بتساوي؟ 2. من هون الآن بدنا نحاول نجيب مين؟ F برايم للاثنين. أستاذ F برايم للاثنين كم؟ سالب 4، قبل شوي وجدناها صح؟ فبتصير معنا نص A ضرب سالب 4، كلها كم بتساوي؟ 2. نيجي الآن الأربعة مع الاثنين كم؟ باثنين. إذا سالب 2 إيه كم بيساوي 2؟ هاي سالب 2 إيه كم بيساوي 2؟ من هون الآن راح نستنتج بإنه إيه إيش بتساوي؟ سالب 1. أستاذ دائما الوزارة شغلتين وسبق وحكيتهم. الإشي الأول سؤال قصير فكرة جديدة أو يكون هيك في تريك مخفي شوي نوعا ما، أفضل من سؤال طويل بأفكار معتادة. الشيء الثاني دائما هم بيحاولوا انهم ما يضطر، يعني واضح الاسئله ما بتطلع على الدرس الواحد او على الفكره الواحده، لا هو بيطلع على الكتاب ككل. فلاحظ احنا هون استخدمنا اكثر من فكره، استخدمنا ميل عمودي اللي هو طبعا سالب 1 على ميل المماس، طبعا العمودي على المماس، واستخدمنا فكره ميل المماس بين المشتقه الاولى، وبنعرف بانه نقطه التماس المشتقه عند الاحداث اكس هي ميل المماس، وصوره احداث اكس هي احداث واي، وجمعنا معطياتنا وبالاخر طبقنا على مين؟ على قاعدة السلسلة. فهون انت بتحس انه دخل لك 3 دروس ايش؟ ببعضهم. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. السؤال الجاي رايحين ندخل موضوع تعريف المشتقة بالتركيب، وراح ندخل تعريف المشتقة بالامور الهندسية